مش احمد فتحي ماسك حبة الماجستير والدكتوراه واقفين هنا قدام قصر الجمهوريه باصدار قرار جمهوري تعيين حمله الماجستير والدكتوراه دفعه 2013 زي الدفعات اللي قبلنا، الدفعات اللي قبلنا من اول 2002 لاول 2012 طلع لهم قرار وتعيينه فعلا. شهاده المسؤولين قبلوا كفاءه غير عاديه في القرارات دي. الموضوع كله ان الماليه مش موافقه على تعيين حمله الماجستير والدكتوراه ووفرت لهم فعلا درجات ماليه. وعلى تنظيم الاداره وفر لنا الوظائف عشان يطلع لنا قرار. للاسف دلوقتي الموضوع واقف عند رئيس الوزراء وواقف عند رئيس الجمهوريه. رئيس الوزراء مش قادر يصدر القرار، جينا رئيس الجمهوريه بيدينا قرار جمهوري بتعيين حمله الماجستير والدكتوراه اعلى شهادات، اعلى شهادات في البلد واعلى كفاءات في البلد، واقفين على الرصيف بيطالبوا بالتعيين. الدفعات اللي قبلنا كلها تعيين. احنا المفروض القرار يطلع لنا دوري بعد الدفعه ما تخلص على طول. 8 شهور بنتظاهر لغايه دلوقتي ما فيش اي استجابه من اي حد. ان شاء الله التظاهر بتاعنا النهارده معمول بتصريح من وزاره الداخليه لغايه الساعه 10 بالليل. بعد الساعه 10 بالليل هنحدد الاعتصام قدام مصر الاتحاديه لتعيين الحمل.